قال ايش مسلمين الله يلعنهم كذابين مسلمين ويلبسوا فساتين وكيلو روج على وجههم ويقعدوا تتف عليهم بس تف حسبي الله عليهم. انا عادي عندي كل شيء بس فساتين فساتين. السلام عليكم، انا رن وانا جولي من قناه داداتيز. رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو هو تحدي النودلز الحار. كتير كتير ناس على كل فيديو تحت بالكومنت على سناب شات على الانستغرام مسجز دائما بيكتبوا لنا اعملوا تحدي الاندومي الحار، مع انه نحن حاسين انه الاندومي مستحيل تكون حاره ونار، بس مع هيك قررنا اليوم نجيبها وندوقها قدامكم هون ونعطيكم راينا الصريح فيها. اول شيء جايز هي اللي عم صور فيها هي كاميرا راشد، اوكي كثير ثقيله اقسم بالله ايدي رح تنكسر. شوفوا ما احلاها، يعني هي اسمها سينما بتقضوا فيها اليوم كلياتكم. هون بيعرض لكم كل شيء، افلام كل شيء، توقيت اي شيء بدكم اياه. لما تفوتوا هون في صاله استراحه كبيره بتقعدوا بتستنوا الفيلم، بتقعدوا بتريحوا اي شيء. غير هيك هون اي شيء بتنزلوه على السوشيال ميديا عن الريل سينماز هن بياخذوه بحطوا لكم اياه هون بينشروا لكم اياه. مثل ما قلت لكم كل شيء صار على الات، ففيكم من هون تحجزوا اي موفي بدكم اياه. خلونا لنقول نختار موفيز، تطلع لكم ليست طويله، يعني قولوا كل الافلام الموجوده. هي مو سينما، والله مو سينما، شيء خيالي، شيء خرافي ما شاء الله. خليني احكي لكم عن عرض، لما سمعته انصدمت، يعني عرض خرافي بكل معنى الكلمه. هو انكم فيكم تدخلوا شهر كامل على اي موفي بدكم اياه، ويكند، ويك دايز، هوليدايز، شو ما بدكم، 79 درهم بس لكل الشهر. وما بس هيك، الا بتاخذوا ديسكاونت 10% على كل الاكل اللي بتشتروه. يعني انا بنصحكم تجوا هلا هلا وتاخذوا هذا الشيء. فيلا نختار شيء طيب ناكله. شو حابب تاخذ؟ فورا فورا على اجى على الزين هذا. يا الله شوفوا برجر احمر بجنن، يعني شكله لذيذ. شوفي تدي اللي عطيني الازرق، في ازرق لديه. طيب شوفي بقلبهم، في اسود. طيب شوفي بقلبهم تشيكن، احلف انه تشيكن. اي اطيب واحد؟ خلص انا هذا حاسه اطيب. اوكي وبكل بساطه بتحطوا الكريدت كارد. المهم انه هلا عملنا هي النودلز، بس حبيت اشرح لكم شوي عنه. الصوص اللي فيها صوص احمر، شكله شكل دم بصراحه، دم متخثر، اوكي يعني مقرف مقرف بشكل مو طبيعي، شكله ابدا ما بشجع الاكل ابدا. يعني انا على شوي على فكره قلت لها جدي خلص قومي بلا ما نعمل هذا التحدي، لانه عن جد شكله كثير بيقرف. وفي هيك سمسم وشغلات سودا وريحتها بتجيب المغص، ولونها احمر كلها صارت من تحت، خاصة انا السما خالطة. شوفوا كل الصوص احمر والساحن احمر، هي المشكلة مننا. يعني مستعدة جودي؟ والله حدا، والله سبايسي كثير، حر حر. فكرت العالم عم تتمسخر، والله حتى تمك صار احمر عم تمزح. سابت انا. طيب مشان ما نخلينا نضل عم ناكل وهيك نتصفن فيكم، قررنا نقرا شوي من التعليقات اللي حلقتوا لنا اياهم على اليوتيوب. يلا فيني حرقان، بدي اعرف لمين سويت له الفانز. اوف يا جماعة، الكل نجانا هيك، يعني على السناب شات على الانستغرام الكل كان حابب يعرف لمين حساب الفانز، بس القصة انه ما فينا نحكي لكم. كل الفئات بضلوا يسألوني لمين سويت اكونت الفانز. حكيتي لهم؟ احيانا بيمسكوني، احيانا بحاول اتصرف بس ما بقدر. قلتي لهم؟ للأسف. شو قالوا لك؟
صدموا. عن جد يا جماعة كتير كتير حرة. أنا كل العالم هي عم تفقدك يا رند. بس فيها شي حلو. ضيعت 10 دقائق 20 ثانية دقيقة من حياتي. أوتش. بعدين دقيقة مين قال لك تعال تتفرج على الفيديو تبعنا؟ خلاص. أنا بستغرب من هدول الناس اللي قاعدين بيتفرجوا وعاملين سبسكرايب وآخر شي بيسبوا فينا. طيب ليش؟ يا أخي بتعرفوا لما هيك تصير ويضلوا يوقعوا ويضلوا يوقعوا؟ لما بنفوت على هذا اللي جاوبنا على أسئلتكم وقلنا سبايسي. وقلنا انه انا اكبر من جودي وجودي عمرها 16 وانا عمري 19 الكل انصدم. حرامي الايمان بالابراج. نحن ما قلنا انه منآمن فيهم بس كان في اسئله انه شو برشكم. انتوا اكيد كل واحد بيعرف شو برشكم بس حتى انه انتوا بتعرفوا شو برشكم بس انتوا ما بتآمنوا. فنفس الشيء بتنور الكويت منوره فيكم. اي والله بتعرفوا عن جد كثير 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 مشينا نروح على الكويت يعني يا ريت والله شي يوم. رند تشبه راجيني من مسلسل ومن الحب ما قتل. الكل لازم يعلق هالتعليق على الانستغرام على كل صورة عندي او على دائرة مسجز في هذا التعليق. دائما على اليوتيوب اقل شيء على كل فيديو بهم 100 كومنت. تخيلوا اقل شيء 100 كومنت رند تشبه راجيني. طب انا ما بعرف اكله. ليش؟ سبايسي كتير والله حارة. سؤال يا جماعة ليش دايما تكتبوا كومنت ودي اجرب شعور اللايك؟ هي وحدة اسمها قمر كاتبة ودي اجرب شعور اللايك وحاطين لها 196 لايك. والله كفو عليكم انتم متابعينا. والله كفو عليكم. مسلمات البسة الحجاب. ما بعرف شو هاد. المهم نحن وقت حكينا اننا نحن مسلمين وهيك الكل هجم علينا هجوم. هذا الشيء كان من اول حابة احكيه. وهلا خلينا بما انه اجينا على هذا الفيديو نحكي حتبدا فلسفة ترند. ايوه الكل هجم علينا هجوم انه كيف مو لابسين حجاب ومدري شو. والمسيحيين هجموا علينا انه انتم كيف بتقولوا الحمد لله وانتم وقت قلتوا انه انتم مسلمين قصدكم انه المسيحيين مو الحمد لله. فجانا هجوم من الطرفين للاسف مع انه خلص انه المفروض تتركوا كل واحد على حريته. يعني المسيحيين انتم شو بدكم فيني انا؟ انتم اكيد مقتنعين انه انتم ديانتكم صح او ما بعرف. وانا مقتنع انه انا ديانتي صح يعني واكيد بالحمد لله. والكمان المسلمين اللي هجموا انه انتم ما حاطين حجاب. يا اخي انتم شو خصكم فيني يعني؟ صح بيني وبين ربي. وفي ناس سبوا وفي ناس لعنوا. على فكره انت اللي عم تلعن انت بتعرف انه انت بتنطرد من رحمه الله اظن صح؟ هذا في هيك حديث جدي كلك صرتي بتقالي هون. المهم انت اللي عم تلعن تنطرد من رحمه الله. يعني ما بعرف كيف عم تجي عم تقول لوحده حطي حجاب الله يلعنك يا ما حاطه حجاب او هيك شيء. عن جد شيء جدا مستفز وبتمنى انكم تفكروا بكل شيء قبل ما تحكوه. لما بدكم تنصحوا انصحوا نصيحه لوجه الله وانه تكون نصيحه حلوه على الاقل. رح اعطيكم هلا مثال على هذا الشيء. قال ايش مسلمين الله يلعنهم كذابين مسلمين ويلبسوا فساتين وكيلو روج على وجههم ويقعدوا تتف عليهم بس تف حسبي الله عليهم. انا عادي عندي كل شيء بس فساتين 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 ما يقولون. المهم شيء ثاني انه انت ما بعرف كيف عم جاي عم تنصحي وحده وتقولي لها انه انت مو حاطه حجاب وانت مسلمه وهيك واخر شيء كاتبه على هذا الكومنت اللي استغفر الله ما بعرف شو احكي عنه اساسا. فساطين فساطين تقعدي تلبسوا فساطين. رند عاقله وهاديه وذوق بس اختك مجنونه. شو بدنا نساوي؟ هيك الحياه جمعتنا لنا نكون نحن اخوات عادي للاسف. طيب نحن كانه صرنا نقرا الكومنتات وما ما ناكل اندومي. حسيت لا انا اكلت بس انت كنت عم تفلسفي ما كان عندك وقت تاكل. طيب انا قايمه اجيب مي لانه الوضع لا يستحمل يعني. وش قصه شعرك؟ ليش ما طول او انت بتقصيه دائما؟ انا كنت قصه دائما بس هلا خلاص ما عاد قصه وبدي اطوله. بلشت اطوله شوفوا هيك صار تقريبا نفس الطول من الجهتين. شجعوها للطوله ان شاء الله ما يتهور ارجع قصه ان شاء الله. خليني ارجع اكل بما انه صار في مي جنبي يعني في امان. مع انه انا بعرف انه المي بتعمل حار اكثر. المي بتعمل حار اكثر. ما عم تصدق 44 كيلو. شو بين الناس اللي عندنا؟ ما صدق
يا جماعة انتو لازم لكم دورة تعليم اللغة العربية. حغير محتوى القناة اوكي؟ شو حلاله؟ تعليم اللغة العربية. Yeah. الشيء اللي عجبني انهم المسلمات اللي معي لايك. اوكي هلا هدول هنا التعليقات اللي بتنحط. تاني شيء لو نحن مسيحيات او مسلمات او لو شو ما كنا يعني ما المفروض يفرق معكم او يأثر معكم شيء طالما انتوا عاجبين المحتوى اللي عم نطرحه وحابيننا وحابين تصرفاتنا هاي خلاص خليكم لو شو ما كان ديانتنا. وعلى فكرة احيانا بحس انه ندمنا ليش قلنا لكم انه احنا مسلمين على كمية السب اللي اجتنا بس عادي بالاخر بعرف انه في ناس كتير بتحبنا وحبتنا ورح تضل تحبنا يعني ما حيفرق من بعض النفوس. كتير واثقة من حالك؟ Yeah. بتمنى انك شفتي رسالتي في التعليقات تتكلمي عني في اليوتيوب. ما بعرف شو نتكلم عنك بالضبط بس قرأنا. المقطع اللي صورناه مع كينج مادنس اجانا كتير تعليقات انه هذا المقطع كله ساحبين على جودي. بعرف ما حسيت ترى انا كان مسحوب عليه والله والله جودي ما حسيت. جودي فيها لحمية في انفها احسها دايما مكتومة. فيك اللحمية بانفها؟ للأسف حتى انا على فكرة فيني بس انه كتير خفيفة انه ما لحمية لحمية بس نتنفس من انفنا يعني كل العيلة بالمراتة من تمنا قصدي نتنفس من تمنا. ولهون بنكون خلصنا هذا الفيديو. اذا بدكم فيديوهات اكثر ونحن عم نقرا تعليقاتكم ونجاوب عليها اكتبوا لنا تحت بالكومنت وفجروا هذا الفيديو لايكات. واللي مو مشترك يشترك بالقناة واللي مشترك لا ينسى يفعل زر التنبيهات واعطونا اول لايك ولا تنسوا تعملوا لنا فولو تحت على الديسكربشن بوكس قصدي فولو على الانستغرام والسناب شات محطوطين تحت بالديسكربشن بوكس. و سلام.